نبقى في ذات السياق، أين ودعت الحاجة وردة وعائلتها حياة القصدير بعد 60 سنة من الانتظار إلى سكنات اجتماعية لائقة ومجهزة بكل الوسائل؟ بورتري عنها مع هاجر بوعلي وسيد علي أو سيد أحمد دهديبل. 17 أكتوبر 2018 ليس كباقي الأيام عند عائلة الحاجة وردة، فبعد 60 سنة كاملة قضتها وسط هذه الجدران الهشة بهذا المنزل الذي يصلح لكل شيء إلا للسكن، المليء بالقوارض والحشرات ذا الشتاء القاسي والصيف الحار، معاناة وخوف وترقب. عندنا 60 سنة وإحنا سكنا عايشين، مش من معيشة، نص معيشة، الشتاء علينا، الصيف علينا، كلش علينا، الشتاء اللي برا الداخل ما هنا سكنا. كانت تدخلنا الشتاء نحطوا حتى نحطوا الباسينات باش نولوا نورمال، تسيل علينا القطرة كلش. كنا ساكنين في بلاكات وكانوا معنا كلش، طوانب، الفيران، كلش، ودوكا كي جينا الباطيمات الحمد لله. اليوم وبعد طول انتظار عائلة ترى النور، تودع جحيم البناء الفوضوي لتدخل سكنات جديدة مجهزة بكل الوسائل وجاهزة لاستقبالهم. فرحة تدخل قلوبهم، زغاريت تتعالى، هي فرحة العمر، فرحة الاستفادة من السكن. مرة فرحة، مرة بكية، مرة ما عبرناهاش قاعدين باللي بصح باللي نرحلوا، ما عبرناهاش، قلنا ما كاش منها. كي شفناها ما رحلوا تاع الواد من الجهة مليها، وإحنا ما كاش قلنا خلاص ما رحلوناش، حتى جو قالوا لنا خلاص نحو ذراري من اللي يقولوا قاعدين. والحمد لله يا ربي، أنا كي ربي يفرج علينا وكل شيء الله يفرج على اللي ما زالوا إن شاء الله. لحظات طال انتظارها، فرح ودموع، أمنية سنوات تحققت اليوم لهذه العائلات التي فارقت بيوتا فوضوية عاشت فيها المعاناة لتدخل سكنات جديدة.